السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته، عيد مبارك عليكم بإذن الله يعاد، والعراق يرفل بالخير وأهله بالسعادة إن شاء الله. أيها الأحبة، يبدو أن هناك تمرد على النواميس الطبيعية، طبعا هذا لدى الغرب الذي روج كثيرا للحرية والديمقراطية الزائفة، وسوق أيضا، عمل على تسويق وبكثافة اصطلاح وهو الحرية غير المقيدة. هذه طبعا بدعة لجعل الأمور تفلت، سواء كان في المجتمع الأوروبي أو الغربي أو في المجتمعات الآسيوية والشرقية والعربية بشكل آخر. الحصيلة المهمة هو أن الغرب بات يحفر قبره بيديه، وأن الحضارة الغربية عائلة إلى السقوط. أيها الأحبة، يروى أن براقشة كلبة نبحت ليلا فدلت خيلا مغيرة على أهلها فصارت إحدى ضحايا. موضوع حلقتنا عن هذا اليوم انهيار الحضارة الغربية، الانهيار السريع للحضارة الغربية على نفسها جنت براقش. معكم على فاضل، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما هي العادة، تعالوا معي لنقرأ سوية مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان أيهما أفضل، العصر الحجري أم الجاهلي؟ الكاتب سامي جواد كاظم. أيهما أفضل، العصر الحجري أم الجاهلي؟ الكاتب سامي جواد كاظم. تعالوا نرى المجتمع الأمريكي كنموذج لما يعيشه من ثقافة، فإنه يعيش ثقافة العصر الجاهلي وفق أرقى التقنيات والماديات المتاحة في أمريكا، وإطلالة واحدة على برامجهم في مئات القنوات التي تبث من الشارع الأمريكي، فإنك تطلع على المستوى المنحل للثقافة في هذا المجتمع. إنما تعيشه الشعوب الغربية أنهم بأرجلهم يسيرون إلى حتفهم، فالتفكير المادي الذي يأخذ حيزا واسعا على حساب التفكير الروحي أو المعنوي أو الفطرة السليمة، فإنه يقود الإنسان إلى الهاوية. وبالرغم من ضرورية التطور الخدمي، فإن الأهمية للأخلاق والقيم تبقى لها الأولوية، ولا يمكن لها أن تكون ثمنا للماديات التي تعتبر المهم والأهم في تفكير الحكومات العلمانية. هذه الأسباب لتفكيك الأسرة والروابط الإنسانية حتى تتمكن القوى الصهيونية المسيطرة على مركز صناعة القرار من التلاعب بالشعوب. مرحبا بكم مرة أخرى، وأدعوكم للانضمام معي للترحيب بضيوفي الأكارم، مستشار مركز العراق للدراسات والتنمية الإعلامية الأستاذ علي فضل الله، مرحبا بك. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسام الحاج حسين، مرحبا بكما ضيفين كريمين. أستاذ علي، شنو السبب اللي يدفع دول يعني وقفت على قمة الهرم الحضاري المعاصر، يدفع أبنائها للشذوذ ولتشجيع التهتك القيمي والانحراف الأخلاقي، مع العلم أن كما قرأنا على مر التاريخ أن القيم والأخلاقيات هي التي تصنع المجد؟ شو هذه بالعكس؟ في البداية شكرا لهذه الاستضافة أستاذ علاء، تحية طيبة لحضرتك، لأخي وزميلي أستاذ حسام، لكل مشاهدي قناتكم الكريمة. قطعا فعلا إذا تنظر للمنظور التاريخي، كل الحضارات التي قامت من المفترض على أسس قيمية أخلاقية، وبالتالي حتى انهيار تلك الحضارات مع انهيار المنظومة الخلقية بدأت تنهار تلك الحضارات. لذلك من سنن التاريخ من المفترض أن نراجع قيام أي أمة، وبقاها يعتمد على بقاء المنظومة الخلقية. قد نتكلم عن المنظومة الخلقية الغربية، وتحديدا باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية هي من تتسيد المنظومة الخلقية. بالمراجعة البسيطة، بناء الحضارة الأمريكية قائم على الفردية، يعني الكل يعلم انتقال الحضارة أو الثقافة أو السيطرة والهيمنة من المملكة المتحدة في القرن 19 إلى
الولايات المتحدة الأمريكية من بريطانيا أنا أعتقد جاء بجهود فردية، وبالتالي ظلت الناس على الفردية حاضرة لدى القيادة الأمريكية. لذلك بمرور الوقت برأيي حالة الاستفحال والتغول والتعويل على اللذة، ودائما حتى ما يسمى السلعة هو الذي جرى الحضارة الغربية دائما للبروز، قد يكون هنالك تمظهر أو هناك ادعاء. هناك أنت أشرت إلى الفردانية في البناء، هناك من يذهب إلى أن هذه صناعة تصنعها منظمات أو ما يمكن أن يطلق عليه بالدولة العميقة للعالم. قطعا فعلا أن ترجع أنت للدولة العميقة في العالم. بالمناسبة احنا دائما قد ما ننتبه لهذه المصطلحات. الآن من يحكم العالم هي دولة الشركات. دولة الشركات ماذا تعني؟ تعني الربح، والربح دائما في منظور الرابح لا يعول على القيم بقدر ما يعول على الربح. باعتقاد الغرب أن التعويل على هذا المصطلح هو يجعل الأمم ضعيفة بالمقابل يستطيع السيطرة على تلك الأمم من خلال إضعاف المنظومة الخلقية. لكن المشكلة وين؟ المشكلة بالمنظومة الخلقية الغربية بدأت تتآكل داخل الأمم الغربية. يعني الآن بالرجوع إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعموم دول الاتحاد الأوروبي، القوانين التي بدأت تشرع داخل الأمم الغربية، مع العلم أنه كان هنالك تعويل على أنه من يصطدم بالحضارة الغربية هي حضارتي، يعني الحضارة الصينية والحضارة الإسلامية وموضوع صراع الأمم. نعم. وكتب صمويل هنكتن اللي اتطرق لهذا الموضوع، صدام الحضارات. أنا أعتقد هذا المصطلح قد تلاشى خصوصا مع صلابة المنظومة الخلقية الإسلامية. حتى الغرب حاول قدر الإمكان بعد أن أدرك أنه مواجهة الحضارة الإسلامية من الصعب جدا، عمل على صناعة إسلام سياسي. هذا الإسلام السياسي المتطرف قد يكون هو سبب لانهيار المنظومة الخلقية الإسلامية، وأيضا مع هذه الصناعة أيضا فشل الغرب. لذلك الآن الذهاب إلى تصدير ثقافة المثلية والشذوذ في حسابات القائد الغربي أو الأمم الغربية هو عملية لإضعاف كل دول العالم وبالتالي السيطرة عليه. أنا أقول أن هذه الثقافة سوف تأكل الدول الغربية قبل أن تلتهم دول العالم الأخرى. قبل أن تلتهم دول العالم الأخرى. ثاب حسام مرحبا بك مرة أخرى. يبدو أن القضية ما عادت قضية إعلامية، سمعنا وشاهدنا كيف روج الغرب إلى قضية الشذوذ، ولكن المسألة يبدو على أنها أعمق من ذلك. يبدو كأنها جزء من المشروع السياسي الغربي، بحيث أنك إذا تشاهد سياسي ينزل بحملة انتخابية فالسياسي الذي لا يرفع علم المثلية لا يستطيع الحصول لا على الأصوات ولا على المقاعد. شو القصة؟ تحية طيبة ولأخي العزيز. مرحبا بك أستاذ حسام. طبعا ممنون أستاذ حسام. شوفوا أكو انقسام في المجتمع الأمريكي. بدأ بانقسام سياسي بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، إلى أن وصل إلى الانقسام المجتمعي، انقسام القيم والمفاهيم. الحزب الجمهوري يدعو إلى الحفاظ على القدر الكافي من الأخلاق. الحزب الديمقراطي والليبراليين المتطرفين، بالمناسبة الليبراليين هم عندهم متطرفين، اللي يؤمن بالبشر يجب أن يصل إلى حد الذروة من اللذة الشخصية حتى لو كان على حساب الدين أو على حساب المجتمع. لذلك أكو فكرة تتكون في أمريكا اليوم حاليا نعيشها، فكرة هو أنه المثلية هو المعيار الأخلاقي للأمم. خطاب جو بايدن وخطاب أنطوني بمعنى هسه أقول لك، الخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن وأنطوني بلينكين في وزارة الخارجية الأمريكية قال بالحرف الواحد أن المعونات، اسمع أستاذ علي، المعونات الأمريكية ستكون مرهونة بالدفاع عن المثلية. نعم. يعني أنت اليوم أنت اليوم كدولة كعراق مثلا الدافع على المثلية راح تتلقى الدعم الأمريكي، ما تدافع على المثلية راح يخلوك بخانة اليك. فأكو منظومة قيم جديدة تتبلور في أمريكا والغرب يتبعها، طبعا في أوروبا أيضا أكو عندهم هيجي يعني هيجي ميول، هو أنه المعيار يكون المثلية والدفاع عن المثلية. لذلك الأزمة اللي عاشتها أمريكا حولتها إلى الخارج، وراح تخليها قانون لإقامة العلاقات الأمريكية مع الدول والدفاع عن المثلية. شلون مثلا كانوا عندهم محاربة الإرهاب الإسلامي الراديكالي، هو شرط من شروطهم الدفاع عن إسرائيل. نعم.
اليوم قام يعني يصممون قيم غريبة علينا يعني كإحنا كمجتمعات من أجل أنه تكون هو معيار للتحالف معك أو معيار لدعمك. يعني باكر عقبة لا تستغرب إذا أنه أمريكا ما تدعم الشخصيات في الأنظمة العربية إذا ما يؤمن بالمثلية أو يدعم المثلية، لأن راح يصير معيار عالمي. وهذا اللي يعنوه يعني المعنون. أستاذ علي، يعني إذا كانت الدعوة للشذوذ ستنهي الأسرة وقضية الإنجاب، وين رايحين هم؟ هل ذاهبين باتجاه القضاء على البشرية؟ سمعنا مشاريع كثيرة، منها ما سمعنا عن ما يسمى بمشروع المليار الذهبي، ربما هذه أدواته. أحسنتم. بالمناسبة جنابك في بداية الكلام ذكرت أنه موضوع المجتمعات وطريقة السيطرة والفردية. أنا أعتقد الغرب وصل إلى، أو الحكومة العميقة تحديدا وصلت إلى مفهوم أنه الكرة الأرضية. أبدأ أوقف هنا بعد إذنك، أريد حتى المشاهد أيضا يكون مطلع، يعني إحنا شو نقصد بالحكومة العميقة؟ طبعا هي من تدير العالم. يعني بالمناسبة قد تكون داخل دولة العراق الآن عذرا أكو حكومة عميقة، هي غير ظاهرة، لكن هي من تحرك ركائز الدولة. بالمنظور العالمي هنالك حكومة عميقة تحرك الاقتصاد العالمي، السياسة العالمية، تحرك المنظومة المجتمعية. ما وصلت إلى الحكومة العميقة برأيي أنه أساس التمدد والسيطرة والنفوذ للحكومة العميقة على كل العالم لا يأتي إلا من خلال انهيار المنظومة الخلقية، باعتبار دائما المنظومة الخلقية هي من تواجه الطاغوت على مر التاريخ، هي من تواجه التكبر والاستكبار، هي من تواجه الظلم والاستبداد. لذلك أدرك الغرب في منحين، المنحى الأول داخل المجتمع الغربي أنه رب ضارة نافعة صارت للحكومة أو للدول الإسلامية. الهجرة من الشرق باتجاه الغرب في الفترة الماضية طوال العقود الخمسة الماضية أثرت سلبا واستدركت من قبل الغرب. شلون؟ المجتمع الغربي من خلال الإحصاءات الآن، طبعا العزوف عن الزواج، تفكك الأسرة الغربية، قلة الخصوبة، قلة الأفراد، وصول المجتمع الغربي إلى مرحلة الشيخوخة. بالمقابل وجدوا المجتمعات أو الأقلية الإسلامية داخل المهاجرة داخل المجتمعات الغربية بدأت تتسع شيئا فشيئا، بل بدأت تتنفذ حقيقة وتسيطر على مجالات سياسية واقتصادية. من خلال البيانات اللي موجودة عندهم ومن خلال الإحصاءات وجدوا أن نسبة الخصوبة الكبيرة لدى المجتمعات العربية سوف تجعل من هذه الأقليات بعد قرابة 3 عقود هي المجتمعات المسيطرة على الغرب. لذلك المنحة الأول اللي ذهبوا إلى إجبار المجتمعات الإسلامية الموجودة على الجغرافيا الغربية بالذهاب إلى المثلية وتطبيق القوانين، قوانين الشذوذ الغربية، هو الغرض من عنده أولا تفكيك الأسرة الإسلامية، ثانيا تعويض النقص الحاصل في موضوع عدم الزواج بين الأسرة الغربية، يحتاجون إلى أفراد. منين صار؟ صار من خلال ما يسمى عدم تطبيق القانون المثلية، سيجعل المجتمع أو الأسرة العربية الإسلامية مضطهدة ومصادرة من خلال أخذ الأطفال المسلمين إلى العوائل الغربية. هذا ايش راح يسوي؟ راح يقلل من نسبة الخصوبة داخل المجتمع الإسلامي، وبالتالي يقلل النفوذ. الجانب الآخر، المجتمع الإسلامي على العموم الآن أثبت أنه مجتمع متماسك مع وجود أزمات الجوع والفقر وكل هذه الأزمات لم تؤثر إلى حد بحيث تجعل الأسرة المسلمة متفككة. المنظومة القيمية التي توارثتها الإسلام، توارثتها العوائل المسلمة، هي اللي جعلت العوائل أو المجتمع الإسلامي قادر للصمود أمام الحضارة الغربية. قد تكون نقطة، عذرا أستاذ علاء وآسف على الإطالة، يعني مع بداية تصدير ما يسمى بالديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى المجتمعات الشرقية بعد دخول أفغانستان والعراق، اصطدم المجتمع الشرقي على أن هذه القيم هي قيم مزيفة لم يأتي بها الغرب إلا من خلال السيطرة على الأنظمة. بتوضيح أكثر وأذكر جنابك أستاذ حسام، أستاذ عادل عبد المهدي عندما توجه إلى الشرق استخدمت الديمقراطية للي ذراع النظام السياسي، وليس من أجل تحقيق مصلحة للفرد العربي. بهذا دعنا ننتقل إلى مقالنا الآخر أيها الأحبة، تعالوا معنا لنستمع إلى جزء من مقالنا الثاني الذي حمل عنوان جس نبض المجتمعات المسلمة، الكاتب بدر جاسم. جس نبض المجتمعات المسلمة،
الكاتب بدر جاسم: يجب أن تتعالى الأصوات ضد التحرك الخطير الذي يسلخ المجتمع عن هويته الثقافية ويغير فطرة الله سبحانه. هذه مسؤولية الجميع من إعلاميين وخطباء وشباب، عليهم تبنى الآمال. إن اليوم ممكن كلمة تصلح الوضع، لكن إن تركه يستوجب أكثر من الكلمة. هناك رسائل بين نشرات الأخبار والصور والتصريحات لجس نبض الشارع، فلا مكان للصدفة بين سياسات الدول وقنواتها الإعلامية، فلا بد من الاستنكار والرفض والمقاومة لكل ما يخالف قيمنا الثقافية والإسلامية. سياسة الإرغام والفرض على المجتمع بالقوة أصبحت خيارا متأخرا لكن غير مستبعد، فالدخول إلى المجتمع بشكل هادئ وتغيير ثقافته وإبعاده عن دينه وعاداته المتجذرة من حضارته التي تضرب في أعماق التاريخ. أجدد ترحيبي بكم أيها الأحبة، وكما أجدد ترحيبي بضيوفي الأكارم أستاذ حسام. المتابع لشؤون المجتمعات الغربية سيرى أن هناك الكثير من النفايات المسمومة، منها مثلا الإدمان على أجلكم الله المسكرات، الإدمان على المخدرات، معاداة الدين، تشجيع الشذوذ الجنسي، الأولاد غير الشرعيين. صح. ورحين دولة. شوف، هناك حملة طبعا صارت بالغرب تقوم على ثلاث ركائز. الركيزة الأولى هو شيطنة الأسرة. يعني يجب أن تكون بوصفها كيان كابت للحريات. مو بس، لا، يجب أن تكون أسرة خارج إطار الزوجية. واضح؟ هذا متوقع. ثانيا شيطنة الدين والمؤسسات الدينية. مثلا فرضوا قانون حزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ علي، أنت عندك كنيسة، أنت عندك جامع، وأنا عندي كنيس يهودي، لازم توظف موظفين مثليين. هذا يسموه يعني أحد واشنطن بوست قالت هذا تقويض للدين من الداخل. أنت مؤسسة دينية تجيب واحد مثلي بي لازم تخليه موظف. اثنين، ثلاثة، التبني الغير مشروع. مثلا رجل ورجل يروحون إلى مركز يتبنون طفل أو مرأة ومرأة، والأطفال مختارين بدقة خصوصا من العوائل المسلمة. شوف، وإذا هذا المركز إذا ما يقبل، سواء كان أكو مراكز إسلامية أو مراكز مسيحية ويهودية، إذا ما يقبل يسحبون المعونات من عنده. نعم. ويلغون الإعفاء الضريبي من عنده ويخلون حالي يعني تصل حتى السجن. إذن هي منظومة متكاملة. نعم. فيها تشريع، فيها قوانين، وفيها سياسيين كبار يدافعون عليه. بعض المعارضين لهذا الجبهة، بالمناسبة يعني مو كل المجتمع الغربي مع هذه الفكرة، هناك ملايين من الأمريكان. نعم. يعتبرون أنهم هم في تهديد وجودي. نعم. القيم والأخلاق، يعني أحد النواب الجمهوريين قال اللي عنده يعني ذرة من الغيرة ما يبقى بكاليفورنيا، حفاظا على عائلته وعلى أطفاله وعلى أسرته، لأنه في هاي الولاية راح يدخلون المناهج لتعليم المثلية. من طرف واحد، يعني شنو من طرف واحد؟ مجرد يلقي للطفل، ما ينطي الوجه، يعني ما ينطي الرأي الآخر للمثلية، عرفت شلون؟ يعني يوجه توجيه واحد فقط، أنه يخليه يعيش في هذا العالم، ما ينطي مساحة أنه يفكر أو ينتقد. لذلك هي منظومة متطرفة كاملة الأركان السياسية، وهذا يرجع إلى سبب رئيسي معين. مثل ما قال أستاذ علي، أكو الشركات تدعم الحملات الانتخابية. الزعماء الأمريكيين يعانون من الجمود السياسي. الجمود السياسي شنو؟ أنه أسرة كاملة مسيطرة على حزب، مثلا كلينتون. نعم. وزوجته مسيطرة. نعم. على الحزب الديمقراطي. نعم. بوش الأب والابن والحفيد مسيطرين على الحزب الجمهوري، دونالد ترامب وإيفانكا مسيطرين على الحزب، وهكذا. فصارت المؤسسات السياسية في أمريكا تحولت إلى مؤسسات عائلية، قام يخرجون عوائل. يعني مثلا اليوم المرشح الجمهوري هو حفيد جون كينيدي، تلقى السيناتور صار له 45 سنة هو سيناتور بالحزب الجمهوري. هذا الجمود السياسي، الفساد السياسي في أمريكا ولد أنه ينتجون إلى قيم غريبة وشاذة. حتى شي يسوون؟ يجذبون الشركات اللي تدعم هاي القضايا حتى تدعم حملاتهم الانتخابية. قلت لك أكو معارضة قوية بالنسبة في الغرب على، لكنه اليوم الصوت الأعلى
هو لهذه المثلية. ليش؟ لأنه انتشرت حتى في دول أوروبا. يعني أحد مقترحاتهم دكتور علي أسال علي أحد مقترحات في بالناتو أنه كيف نواجه التطرف الإسلامي من خلال نشر المثلية. هذا يعتبرون نوع تعدد من الإسلام مواجهة التطرف، هم يسمون التطرف الإسلامي. يعني هذا الشاب اللي يروح يصلي ويلتزم ويفكر يفجر نفسه، شلون نواجهه؟ لازم نجيب له صدر له فكرة. نعم أستاذ علي، يقال أن اليهود على طول الخط يعني يخططون لتدمير العالم. ليش يخططون لتدمير العالم؟ هم راح نرجع للحكومة العميقة. وسبحان الله، يعني هذا الموضوع على مر التاريخ هذه المجتمعات وبعيدا عن الديانة اليهودية الحقة، نقول للصهيونية حتى بيكون توضيح أكثر باعتبار أن اليهودية ديانة سماوية. لكن الصهيونية على مر التاريخ، أولا أول ما عادت عادة رجال السماء عادة الأنبياء، وهم أول من ابتدأ بقتل الأنبياء، وهذا ما يذكر القرآن. لذلك لا تستغرب أنه المجتمعات الصهيونية دائما تعيش على حالة التناقض وإضعاف المجتمعات، ودائما يقاتلونكم من وراء جدر محصنة ما يواجهك، ودائما عملية الالتفاف والمناورة دائما تكون هي الوسيلة. بالمناسبة أنا أتذكر عندي كتاب كان الإنسان ذلك الكائن الفريد، يتكلم عن الحكومة العميقة وطريقة السيطرة على الكثافة السكانية في الأرض، باعتبار أن الحكومة العميقة تعتقد أن هذه الأرض بدأت لا تتسع، ومن المفترض أنه لا تتسع أكثر من 500 مليون نسمة. الآن وصلت المجتمعات إلى قرابة 8 مليار. هاي 8 مليار شلون تعالجها؟ واحدة من طرق المعالجة للمستشارين الغربيين هو الذهاب إلى تنشيط عملية الشذوذ. الشذوذ بحساباتهم هم هي أولا، وأنا أكرر دائما هذه، تجعل دائما الأمم ضعيفة لا تمتلك معتقد. فبالتالي أنت شفنا، إحنا جربنا الأديولوجية الغربية واجهت العقيدة الإسلامية أو حتى العقيدة الشرقية للأمانة. المجتمعات الصينية الروسية تمتلك عقيدة، مو عقيدة إسلامية لكن تمتلك عقيدة منظومة قيم تحارب المثلية. أحسنت. هذه الأديولوجية فشلت أمام العقيدة. لذلك أنت حتى تنجح وصلوا إلى قرار، يجب تفكيك هذه العقيدة. أنت شلون تفكك هذه العقيدة؟ تبدأ باللبنة الأولى وهي الأسرة. فكك الأسرة سوف تستطيع أن تفكك المجتمع، وبالتالي تستطيع أن تعيد صياغة العالم بما تحتاجه وتريده. اليهود ليش يسعون لتدمير العالم؟ عفوا، هو هذا الغرض. نعم. والسيطرة والنفوذ. أنت بالأخير آني كمنظومة كحكومة عميقة هي حكومة للأمانة الصهيونية. إذا تنسب للديانة اليهودية، وحاشا الديانة اليهودية، لكن هم الأقرب. هم يعتقدون هم الأقرب للديانة اليهودية. الحكومة اليهودية، الحكومة الصهيونية تعتقد أنها لا تستطيع السيطرة على العالم بعد هذه التطورات إلا من خلال تفكيك المنظومة الخلقية. لذلك تصدير الشذوذ، وأشار السيد حسام حقيقة وأشارته مهمة، الآن أصبحت الشذوذ بالمناسبة أو القوانين الشاذة أصبحت تدعم من قبل الحكومات الغربية بوسيلتين، بالترهيب وبالترغيب. من قال لك أنت تعفى من الضرائب ومن الرسوم إذا طبقت هذا القانون، وتذهب إلى عقوبة شديدة في حال ابتعادك عن هذا الموضوع. إذن نحن أمام معركة جديدة، منظومة معركة قيمية. هل استعدت الدول العربية؟ قطعا. أنا برأيي الآن في العراق على أقل التقادير ليس لدينا غير المنبر الحسيني، برأيي هو من يواجه الآن هذا التفكك وهذه الحملة. وللأسف، وهذا حقيقة يعاب على الحكومة العراقية، الآن من خلال منبركم الشريف أوجه رسالة للطبقة السياسية، يجب أن تكون لدينا وقفة أمام هذه، جرس الإنذار بشكل، فبالتالي يعني نحتاج إلى وقفة حقيقية. وتبدأ هذه الوقفة أيضا مثل ما بدأها الغرب من رياض الأطفال، يجب أن نعود إلى المنظومة القيمية الكبيرة التي استورثناها من خلال ديننا الإسلامي، دين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، اللي ورثونا منظومة قيمية وأخلاقية كبيرة جدا. أستاذ حسام، أيضا يقال أن دعم الشذوذ أو أن الانحرافات كلها، سواء كان الشذوذ، التشجيع على المخدرات، التشجيع على الخمور، أجلكم الله، باتت أيديولوجيا لدى الغرب، وأن الدافع وراء هذا هو في محاولتهم لصد النمو الإسلامي في الأوساط الأمريكية. هو طبعا هذا صحيح يعني؟ هو يعني
بنوع من الصحة. جيد، بس مو كل الموضوع. مو كل الموضوع. شوف أكو هذا جانب منه. أكو قضية مهمة. شوف الغارب يعني اللي أكو مشروع قدم إلى مجلس النواب الأمريكي اللي يسيطر عليه الديمقراطيين اسمه كواليتي أكت. كواليتي أكت يقول اللي عنده مشاعر مثلية، يعني مو فسلجين هو مو مثلي، يعني الأطباء نعم بالغرب أكو واحد هو مثلي نعم فسلجين ينطون تقرير ميول مثلية نعم، يجب أن يدخل في جميع المرافق النسائية اللي يمنع منها الرجال فقط لأنه عنده ذو ميول نعم نفسية ها نعم نعم مو جسدي مو فسلجي. هذا قرار صوتوا نعم عليه، لكن في مجلس الشيوخ يعني مجلس الشيوخ اعترضوا عليه الجمهوريين يعني هم يسيطرون عليه. هذا الشيء يريد يكون يقول احنا نخاطب الشذوذ. ليش؟ لأنه نسبة كبيرة من الناس تميل إلى الشذوذ حتى ولو لم تعبر. احنا من خلال هذا راح نكسبه ويكون عندنا جمهور وحاضنة، لأن قلت لك الجمود السياسي في أمريكا مشكلة، يعني ما عندهم أيديولوجية، ما عندهم أحزاب حية نشطة، هم نفسهم صار لهم يعني تقريبا هم 1001 500 جمهوري 500 ديمقراطيين صار لهم 50 سنة. دكتاتورية بالمناسبة. طبعا دكتاتورية هي مقنعة، مو بس دكتاتورية هذا حتى مصادرة الحريات الفردية. ليش؟ لأن هسه أستاذ علاء وأني مثلا أستاذ علي احنا نرفض هذا هاي القيم، نرفضها قيم شاذة يفرض عليك نعم عقوبات، يفرض عليك غرامات. مو بس هاي، تدري ايش يقول هذا يهدد السلم المجتمعي، هذا يهدد الثقافة، هذا يهدد التطور، هذا إلى آخره، يسويك عدو، يخليك في خانة الإرهاب. نعم نعم يسموه الإرهاب الفكري قام يأسسون نعم. يعني فد يوم مدرس في أحد المدارس في أمريكا مجرد ما انتقد المثلية فصلوه من الوظيفة، قالوا هذا انت تمارس الارهاب الفكري على الاطفال، انطيه مساحه خليه يقتل، وهي قمه الدكتاتوريه، انطيه مساحه. هو بالفعل هذا حتى مصادره الحريه الفرديه. اليوم انت حريتك الفرديه هم ما تقدر تحكي بها اصلا. هي الليبراليه، تعريف الليبراليه شنو؟ تعريف الليبراليه هو التمتع بالحريه على قدر انه ما تشكل ضرر على البقيه. مثل علي بن ابي طالب عليه السلام من كانوا الخوارج يسبوه بالجامع، شو يسوي له؟ ما يسوي له شيء. يقول هاي حريه شخصيه، رايك بي هذا ما دام قمه الليبراليه كان علي بن ابي طالب. على النيوليبراليه احسنت. النيوليبراليه جديده لا افراط في اللذه، افراط في الحريه الفرديه حتى لو ياثر على المجتمع، تفكيك الاسره قلت لك، شيطنه المؤسسات الدينيه حتى يوصل إلى نتيجة، إلى مجتمع متفكك يقدر يسيطر عليه. هذه التي أطروها بإطار طبعا الحرية بلا قيود. طبعا الحرية بلا قيود. في الأكارم أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان انهيار الحضارة الغربية الوشيك، الكاتب قاسم الماضي. انهيار الحضارة الغربية الوشيك، الكاتب قاسم الماضي. ظهرت بوادر التراجع والانكماش لغروب شمس هذه الحضارة، وبدأت من داخل أمريكا نفسها، حيث يذكر المفكر الأمريكي باتريك جي بوكانان في كتابه موت الغرب أن الحضارة الغربية في طريقها المحتوم للانهيار لسببين: الأول موت أخلاقي بسبب انهيار القيم الأسرية والتربوية، والسبب الثاني موت ديموغرافي أو بيولوجي نتيجة موت الأخلاق وتراجع القيم الدينية والأسرية. إن موت الغرب مسألة وقت، لأن المرض خطير ومن داخل المجتمعات الغربية ويتعاظم، وهذا المرض ينهش بقوة في دول الغرب، حيث انخفضت بشدة نسبة الزواج ونسبة خصوبة المرأة الغربية مع الحرية الجنسية وانتشار المثلية وتراجع القيم الدينية والأسرية. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجد الترحيب الأستاذ علي فضل الله مستشار مركز العراق للإعلام للبحوث والتنمية الإعلامية، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسام الحاج الشيخ. مرحبا بكما ضيفين كريمين. أستاذ علي، المفكرون الفلاسفة الذين كتبوا في موضوع التاريخ وحياة الحضارات وصفوها بأنها كالكائن الحي يمر في مرحلة الطفولة ثم الشباب ثم كهولة ثم موت، عالجها آية الله العظمى سيد محمد باقر صدر رضوان الله تعالى عليه في سنن التاريخ، موضوع السنن التاريخية. لكن معظم المفكرين أشاروا إلى أن
انهيار الحضارات مرتبط بغياب منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية. شوف أستاذ علاء، ما لم ينتبه له كل المفكرون، هسه ما اريد ابالغ اني وحلم من الغرور، الغرب لم يمتلك حضارة على مدى 500 سنة اللي مضت. شنو اللي كان عنده؟ عنده قوة استعمار وتجهير العلوم من اجل بسط النفوذ والسيطرة. انت دا ترجع للحضارة الأمريكية، الحضارة او العفو الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية قامت على إبادة أصل الجنس الأمريكي وهم الهنود الحمر. فتصور أنت حضارة تبدأ بإبادة، هل هي حضارة؟ قطعا لا. لكن سوقوا للعالم من خلال سيطرتهم على الماكنة الإعلامية والماكنة الاقتصادية والماكنة العسكرية على أنهم أصحاب حضارة. لذلك أنت من ترجع للاستعمار الغربي على مستوى 100 سنة أو 200 سنة عفوا، يعني القرن ال 19 والقرن العشرين، لم يكن حضور الغرب في المجتمع الشرقي إلا من عن طريق الإبادة وحقيقة إزاحة الشعوب. يعني الفرنسة أو ما يسمى الفرنسة للثقافة الفرنسية، بدأت الثقافة الفرنسية حقيقة بإزالة حضارة الإسلام والحضارة العربية وفرض الحضارة الفرنسية بالإجبار على الحضارة العربية والحضارة الإسلامية. ثانيا حاربت كل القيم وطريقة السيطرة، الكل يعرف بشاعة السيطرة الفرنسية على المغرب العربي عن طريق القتل والإبادة. نفس الحالة السيطرة البريطانية على الدول العربية في الشرق الأوسط. لذلك من المفترض أن ننتبه، الغرب لم يمتلك حضارة على مستوى سيطرته ونفوذه على العالم، لكنه استطاع من خلال، وأكرر هذه العبارة، من خلال السيطرة على الماكنة الاقتصادية، الماكنة الإعلامية، الماكنة السياسية، استطاع أن يفرض وجوده. لذلك أراد أن يسيطر مصطلحات أو مفاهيم مزيفة، الديمقراطية، المساواة، حقوق الإنسان، لكن اصطدمنا عندما واجهنا الغرب أنه لا يمتلك كل هذه المفاهيم وهذه القيم. لذلك إذا تتكلم عن سنن التاريخ والتدرج في نشأة الحضارات، أنا برأيي هذه حضارات شاذة وليس تصدير الشدود، هي أصلا حضارات شاذة لم تأتي بحضارة، لأن الحضارة من المفترض أن تمتلك منظومة قيمية. أتحدى الغرب أن يكون قد امتلك منظومة قيمية صدرها إلى العالم العربي أو العالم الإسلامي أو عموم دول العالم اللي سيطر عليه، في أفريقيا كذلك. لذلك العالم الغربي بدأ شاد وسينتهي شاد، بدأ بصناعة حضارة قائمة على القتل والقمع والإبادة وسينتهي بهذه الشاكلة. أنا أقول الحضارة الغربية وصلت إلى مرحلة الانتفاخ وقد تصل إلى مرحلة الانفجار، وسوف تأكل وتلتهم نفسها قبل أن تلتهم شعوب المنطقة أو تحديدا الشرق الأوسط. نرجع إلى هذا الموضوع اللي نشبعه بحثا الأستاذ حسام. معلوم أن أمريكا يعني جاءت تشتغل بشكل تجهد نفسها من أجل إيجاد مساحة واسعة تحتلها المثلية وما والمشاريع الأخرى الشاذة الغريبة. إسرائيل وين بهذا الموضوع؟ طبعاً أكو، لأن إحنا عذراً يعني إحنا اعتادينا أنه يعني أينما تجد خراب لابد أن تكون هناك لمسة. شوف أقول لك أكو قضية لازم كل تعرفها. بالنسبة لإسرائيل هي ترتكز على أيديولوجية دينية تختص في اليهود فقط. جيد. يعني العالم كله إذا يحترق هي ما تدير بال، بالعكس هي تكيف. يعني هسا إحنا من قلنا أنه ليش إسرائيل، شنو دورها، شنو؟ طبعا كل ما تكون الشعوب مقسمة وتعبانة وتتخلى عن قيمها، إسرائيل هي اللي مستفادة. ليش؟ إسرائيل أحد المفكرين الغربيين وصفها وصف حلو، قال مثل تاجر مخدرات يبيع السموم هو ما يشرب، لأن إذا يشربها هو بعد ينتهي يفلس. فهو كل القضايا الشاذة، كل الفكر الشاذ، كل الدكتاتوريات على كلها إسرائيل تمولها في سبيل أنه هي تبقى الوحيدة تنجو، خلي العالم يروح إلى خراب، بابل يروح إلى خراب. هي نصوص وروايات قديمة طبعا، حتى من يجون يشيطنون الإسلام والفكر الإسلامي، ولاية الفقيه والشورى مثلا، هاي المؤسسات اللي مدعومة من الغرب، ما يدرون أنه اللي يدعمهم مثلا إسرائيل هي أصلا قائمة على فكرة الدين. نعم بالضبط. هي طبعا هم ومطالباتها المستمرة بوصف الدولة بالدولة اليهودية في داخلهم. تدري شو يقول بعض الكتاب الإسرائيليين اليمينيين؟ يقول احنا عندنا عدوين، المثلية والليبرالية. شوف يعني عندهم المثلية وهم يدعمون هذا. شوف وهم يدعمون يدعموها علما. ليش يدعموها لك؟ يضعف. قلت لك مثل تاجر المخدرات ينطيك
بس هو ما يدخنه. ليش؟ يعني يعرف راح يدمره. لكن مقابل شيء ياخذ فلوسك. هي القضية اللي أشارها الأستاذ علي بداية، هي يسموها الدولة العميقة. الدولة العميقة فكرة أسست لها أمريكا بداية، بعدين بالشرق الأوسط أول من أسسها كمال أتاتورك، أنه يسوي دولة موازية للنظام العالمي. فأمريكا عندها دولة عميقة موازية للنظام العالمي. يعني مثلا مجلس الأمن، شنو قيمة مجلس الأمن إذا ماكو موافقة أمريكية؟ أنت روح هسه اليوم شوف الرفوف مجلس الأمن بها عشرات القرارات اللي تخص إسرائيل، من طبقها؟ أحد طبقها؟ لذلك تشوف هي فكرتها الدولة العميقة أنه هي تسوق لك شيء ديمقراطي وحرية ولك حق أنه تعترض وتشتكي على إسرائيل وكذا، لكن في الواقع التطبيق ماكو هيج حاجة. طيب الكلمة العليا هي إلها. لذلك هي شنو؟ إذا تريد تتمدد أمريكا عندهم نظرية يقول الديمقراطية مقابل الخبز، تريد أنطيك خبز؟ هي هالنظرية أمريكية. نعم. يعني أحد المؤسسين، آباء المؤسسين الأمريكان. نعم. يقول الخبز مقابل الحرية، تريد حرية؟ نعم. أنطيك خبز بس لازم تأخذ ويا حرية. يعني حرية شنو؟ أني أمليها عليك مو أنت اللي. نعم. يعني أنا أرسم محدداتها. طبعا أشرت حضرتك إلى أنه الصهاينة لا يهمهم العالم. طبعا. تخطيطهم معني بالمجتمع اليهودي، لكننا عندما نقرأ منظري علم الاستراتيجية نجد أن هناك استراتيجيات تضعها يضعها الكيان الصهيوني تستهدف الآخرين لا تستهدف. طبعا هذا كله جزء من استراتيجيتهم في تعظيم اليهودية، ممكن يعني يدفع الشعوب الأخرى البلدان الأخرى إلى حافة الانهيار وبل الانهيار من أجل أن تبقى إسرائيل. أجيب لك مثل صغير. نعم. بس حتى تأسيس إسرائيل. نعم. أول ما تأسست إسرائيل كانت هي عدوة للديمقراطية والليبرالية والغرب. نعم. ليش؟ تأسست على يد حزب العمال اللي كان يقودها بن غوريون، دعم من الاتحاد السوفيتي. ستالين قال إحنا اليوم زرعنا بسمار في مؤخرة الإمبريالية عندما اعترفنا بإسرائيل دولة عمالية اشتراكية حسابات. في قلب دول كانت هي ممالك. نعم. نعم. تابعة لبريطانيا. نعم. فقال هاي كلها صناعة بريطانية. أحسنت. نعم. إذا شوف الإسرائيليين شقد براغماتيين. أول ما تأسسوا تأسسوا على أنقاض الاتحاد السوفيتي بدعم الاتحاد. نعم. السوفيتي. مجرد ما أول مرحلة. أحسنت. المرحلة الثانية شافوا أنه أمريكا قوة، تبروا من الاتحاد السوفيتي، حتى السفيرة كانت جولدا. نعم. مائير طردوها ستالين. هذا له علاقة بوجود الدولة العميقة طبعا أدواتها الفاعلة في النظام الأمريكي، ربما كان أكثر مما أكثر مما كان في الاتحاد السوفيتي أو حتى في بريطانيا. الاتحاد السوفيتي كان نظام قمعي بوليسي. نعم. يعني تصور جولدا مائير كانت سفيرة إسرائيل في الاتحاد السوفيتي، كانت تقيم علاقات مع الزوجات المسؤولين السوفيت، ومن هاي طردوها. بعد خلي أنت شغل أستاذ علي. أستاذ علي، شلون نقدر نقيم جهد العراق الإعلامي في مواجهة هذا، بل الإعلام العربي والإسلامي في مواجهة هذا هذه المشاريع الهدامة؟ يعني خليني بس أرجعك وتعقيب على كلام سعد حسام وأرجع السؤال حضرتك. خليني نشبه للمشاهد ما يحصل الآن بالعالم، هو شبيه بالحروب البيولوجية. دائما العدو من يوصل إلى مرحلة أنه يستشعر الأسلحة التقليدية ما تكون إلها قيمة، فيذهب إلى الأسلحة البيولوجية. قطعا ما راح يضرب شعبه، يضرب الشعب العدو اللي بحساباته. لكن خلينا ننتبه، لكن الغرب الخطأ الفادح اللي راح يرتكبه انه سوف يذهب لاستخدام الأسلحة البيولوجية داخل مجتمعاته، وهذا الخطأ الذي لن يغتفر حقيقة ولن يغفر للمجتمع الغربي الذي سيكون وبال أمره على نفسه قبل أن يكون على المجتمعات الأخرى. أعود لجنابك، الإعلام برأيي لحد الآن لم ينهض بالمستوى الكبير. يعني هي المشكلة سعد علاء ليس بالمنظومة الإعلامية، لأنه هو صراع إرادات. أنت الآن تتكلم عن صراع سميناه صراع حضارات، وفعلا الحضارة الغربية شاذة تريد أن تدفع بهذا الشدود الكبير باتجاه المجتمعات المحافظة. لذلك اليوم اللي نحتاجه هو وقفة من الحكومات، نحتاج إلى مستوى تشريعات متشدد. لأن خلي ببالك المجتمع الغربي بمناسبة ترى تدرج بالعقوبات مع مرور الوقت ويا الشدود الجنسي. كان يعدم وداها للسجن، للمؤبد، للسجن البسيط، للسجن المخفف، والآن أصبحت
غرامه تشجع عليها. وصلت للغرامه، وصلت الان فصل من الوظيفه، فصل من الوظيفه الان وصلت، لا اصبحت حق من حقوق المواطن، فبال واجب يجب ان يطبق. لذلك هاي حاله الاستغفار يجب ان تدرك من قبل المجتمعات العربيه. الان احنا حقيقه هناك طريقه انا دائما اسميها سياسه اساله الماء، يعني المي راح يسيل وياخذنا بدون ما نحس به. احنا شلون احنا غافلين؟ عندنا ازمات اقتصاديه، ازمات سياسيه، لا اوقف الأزمة الاقتصادية والسياسية لا تواجه إلا من خلال وجود منظومة عقائدية. والدليل أنت عام 2014 ما قدرت تصمد أمام الغرب، أمام 52 دولة، إلا من خلال المنظومة العقائدية. لولا المنظومة العقائدية ما كان استطعت أن تواجه المجتمع الغربي. 52 جهة استخبارية ودولية تقف وراء داعش، بمن واجهته؟ دولة منهارة كانت، واجهتها بالمنظومة العقائدية. لذلك أدركوا الغرب بعد هذه الفترة أنه يجب الذهاب إلى القوة الناعمة المنحرفة، مو القوة الناعمة، لا، القوة الناعمة المنحرفة. تصدير الشذوذ أحسن، تصدير الشذوذ يجب أن يواجه بتشريعات من قبل البرلمان العراقي. الغريب أسمع كلام من محمد الحلبوس يقول لا نستطيع الآن أن نشرع بعض القوانين مواكبة للمنظومة الدولية. لا أقف، يعني دولة صاحبة السيادة. صحيح. الغرب أكو أشياء ما يشرحها، يحس أنه بيضر المجتمعات. أنا عندي سيادة، إذا عندي سيادة لازم أوقف. لذلك الإعلام مطالب أن يكثف حملاته وأن يضغط على الحكومة العراقية من أجل تشريع قوانين تواجه. بالإضافة إلى موقف مطلوب من رجال الدين اللي أتمنى القاسية. أحسنت وحقيقة ما قصر منبر الحسين. نعم، لا ما قصر. أقول نداء إلى مرجعيتنا الرشيدة، يجب أن يكون لدينا خطباء منبر ينهضون بمسؤولية، يستطيعون من خلال الموروث الثقافي اللي يحملوا أن يواجهوا هذه المنظومة. تغيير الخطاب التقليدي يجب أن يغير حقيقة. البقاء على الخطاب العاطفي ما أعتقد راح يجدي نفع. يجب أن نعود، هذا ما فعلته بالمناسبة الجمهورية الإسلامية. الآن اللي لاحظ المنبر الحسيني في الجمهورية الإسلامية يجد أن هنالك دائم على مستوى حجة إسلام يقف على المنبر الحسيني ويصدر خطاب متزن يواجه من خلاله المنظومة الشذوذية للغرب. لذلك نحتاج وقفة من قبل خطباء المنبر الحسيني، وكذلك وقفة تشريعية من قبل الحكومة العراقية. طبعا ذكرتني اليوم بمقولة لبوتين يقول فيها أن الغرب بدأ يروج للإله المحايد حتى يغيب توصيفات الذكر والأنثى في تبرير لمشروعهم في دعم المثلية. أعاذكم الله. أيها الأحبة، كتب معد البرنامج الأستاذ قاسم العجرش الخاتمة التالية: صراع الأديان والمذاهب انتهى ولم يفض إلى شيء، كان ظننا منهم أنه سيحقق مكسبا ويتغلب علينا ويتغلب على دين، بل على العكس من ذلك. واليوم نحن أمام تحولات استراتيجية على مستوى العالم بداعي التحضر وحرية التعبير وحقوق الإنسان وكل شعار يجعل الفرد أمام هوة كبيرة لا يعرف إلى أين ينتهي به المستقر. لذا كان أفضل طريق للهيمنة الاستكبارية هو لصنع عالم جديد لا يفكر بدينه ووطنه وتاريخه وحضارته، هو أن يكون الإنسان حسب مفهومهم حرا طليقا، ولكنه بالأساس عبد لشهواته الحيوانية. انقلب هذا المفهوم عليهم، وها نحن نشهد انهيار الحضارة الغربية. الانهيار التام قريب جدا، بل أقرب مما قد يتصوره البعض، وسيظهر من يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن مؤلئت ظلما وجورا. في أمان الله. أحسن.